طبعا كلنا بعد ما نستخدم الشاي او نشرب الشاي بنرمي الكيس الباقي او الفتلة اللي هي بتبقى متبقية بنمسكها نرميها، ولكن بعد الفيديو ده ان شاء الله محدش هيرمي الظرف او الكيس الفاضي اللي هو بتاع الشاي ده خالص، لان ليه استخدامات مهمة جدا حبينا نعرف حضراتكم بيها. اتمنى تكملوا الفيديو للاخر علشان تعرفوا اهم استخدامات الكيس بتاع الشاي اللي هو الفتلة اللي بتبقى موجودة في الشاي. الفتلة ديت ما نرميهاش عشان ليها استخدامات مهمة. اول حاجة لو حد عنده جرح او اتلسع من اي حشرة ضارة، سواء مثلا نحلة او اي حاجة قرصة او حاجة، كل ما علينا ان احنا نحط كيس الشاي ده بعد استخدامه على الجرح او مكان اللسعة لمدة 5 دقايق. نحط الكيس الشاي ده لمدة 5 دقايق على المكان الجرح او المكان اللي فيه اللسعة، وهتشوفوا النتيجة على طول، نتيجة يعني مذهلة جدا يعني. وده بسبب حمض موجود في الشاي اسمه حمض التانيك. تاني حاجة من استخدامات الشاي ده ان هو في عملية تنظيف التلاجة. طبعا ساعات بيبقى التلاجة ليها ريحة كريهة جدا، وبنستخدم وسائل كتير وحاجات كتير علشان ننظف التلاجة، وبرضو الريحة ما بتروحش. بنستخدم ساعات بيكربونات صوديوم او بنسميها كربوناتو، ساعات بنستخدم عصير برتقال، ساعات بنستخدم فحم، ولكن لو حطينا كيسين او 3 اكياس شاي بعد استخدامه في التلاجة هتلاحظوا فرق هايل جدا في الريحة، وان الريحة اتشالت تماما. تالت استخدام اللي هو تنظيف الاواني اللي هي بتبقى بعد اي وجبة دهنية او في بقع مثلا في الاواني او في الاطباق، ومش راضية تطلع باي وسيلة. كل ما علينا ان احنا نحط كيسين او 3 اكياس في مية مغلية ونحطها في الاواني او الاطباق ديت، ونسيبها مثلا لمدة ربع ساعة او تلت ساعة، وهنشوف النتيجة ان البقع او الدهون دي اتشالت تماما. رابع حاجة السمار اللي هو بيبقى موجود تحت العين، في برضو ناس بيستخدموا وسائل كتيرة ومبتجيبش نتيجة. هنحط كيس او على تحت كل عين، كيس شاي طبعا بعد استخدامه، بعد ما يبرد بعشر دقايق نحطه تحت العين، كيس هنا وكيس هنا على المنطقة اللي فيها سمار، ونسيبه لمدة ما تقلش عن ربع ساعة، من ربع ساعة لثلث ساعة، ونسيبه، وبرضه هنشوف النتيجة على طول، تبقى نتيجة رائعة جدا جدا، اللي هو السمار بتشيل السمار او الهالات السوداء اللي هي تحت العين. خامس استخدام لكيس الشاي اللي هو لما يكون في حد رائحة الحذاء بتاعته كريهة، ريحة الحذاء كريهة، فبنحط كيس شاي في كل حذاء ونسيبه برضو مدة من الزمن نص ساعة او ساعة، وبرضو هنلاحظ اختفاء الريحة تماما من الحذاء. دي كانت استخدامات كيس الشاي اللي هو كلنا بنرميه بعد ما نستخدمه. بعد ما نستخدم الشاي بنرمي كيس الشاي؟ لا، بعد كده المفروض يعني احنا عرفنا استخداماته. هو 5 استخدامات مهمين جدا ليه. اتمنى الفيديو لو عجبكم تدعمونا بلايك، تشتركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. شكرا ليكم، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.